المستقبل للشباب. والشباب هو مفتاح التغيير اليوم في الجزائر، ونحن نعول عليه كثيرا، ونحن نعول عليه كثيرا ليتشاركنا هذا المسار، لأننا وبكل تواضع نحن نحمل هذا المشروع الطموح لتغيير الأمور نحو الأفضل ولبناء دولة ديمقراطية اجتماعية كما تأتت في بيان أول نوفمبر 1954 ولوائح مؤتمر الصمام. التغيير ممكن، التغيير ممكن، لكنه لن يتأتى إلا بمشاركتكم وتعبئتكم ووقوفكم إلى جانب مرشح التغيير، إلى جانب مرشح الطبقات الشعبية، إلى جانب مرشح الشباب، إلى جانب مرشح القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للجزائريين. الصور اللي بعثتوها من عاصمة البيبان في 2019 وفي كل جمعات الحراك دونها التاريخ في إطار تجنيدكم من أجل الصالح الوطني. احنا حبينا اليوم باش نخلقوا حراك انتخابي ونجسدوا التغيير اللي حبيتوه واللي يكون في صالح الشباب وفي صالح الجزائر، بعيدا عن الديماغوجية، بعيدا عن لغة الخشب. احنا مناضلين تعلمنا النضال في الشوارع في المسيرات مثل الشعب الجزائري بأكمله، تعلمنا وتتلمذنا على أيدي رجال